بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا بخير يا رب. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات هنعرض كمان شوية الجماعة اللي فازوا، ثلاث فائزين فازوا في المسابقة اللي فاتت، كل واحد ب$10 بما يعادل 150 جنيه والتحويل وكل شيء بالإثبات هتشوفوه دلوقتي حالا. وأنا قلت يا جماعة من البداية، اللي شاف فيديوهاتي من الأول القناة دي والله عاملها لكم، وعملنا زي فوازير رمضان اهي وقلبناها مسابقات وحاجات من دي جايز تنفعكم. في ناس تقول لي طب وانا هستفيد ايه بالمشاهدات وهستفيد ايه ومش عارف ايه، ما انا ما باخدش فلوس وما باخدش. مصير هيجي عليك الدور وهتكسب حتى لو ما خدتش. انت بمساعدتك بمشاهدتك ده ايه بتساعد اخ او اخت محتاج او كده بظروفه والله اعلم، انت برضه ليك يد في المساعده وربنا هيكتبها لك. انا عملتها اساسا والله لكم، دي فرصة، دي قناتكم، كبروها، خلي المشاهدات تزيد، يا رب يجي 1,000,000 جنيه والله والله ملكوا عليها حلفان، يعني اوزعوا عليكم، اخلي الناس كلها. انا عارف وحاسس بظروف الناس ومصر كلها، يعني انا عارف الطحن وعارف الدنيا ماشية ازاي وعارف، وفي ناس بتقول على حاجات والله بكي منها، ولكن ربنا يقدر الواحد على مساعدة الناس، واللي يقدر يساعد اخوه يقدر. مش يقول لي بقى انت ما انت الوقت بتعرض له وانا بقعد اشاهد وانت بتستفيد. استفيد ايه يا جماعه؟ انا ما بستفيدش شيء خالص. الفيديو اللي بيجيب 1000 مشاهده والفيديو اللي بيجيب 5000 مشاهده بيجيب ايه؟ انتوا ما تعرفوش شيء والله خالص. ده ال 5000 مشاهده ما بيعملوش $2، ما بيجيبش حق واحد فاز. فارجو انكم تنجحوا القناه دي ليكوا انتوا والله اي شيء. وفي مسابقات كتيره جايه، هعمل مسابقه عن ايفون وعن موبايلات كتير وعن حاجات انتم متتوقعهاش، وفي مفاجآت كتيره، واعمل مسابقه ب$200 و$250 بس دي هتبقى على فترات. وطبعا لو هي ما جابتش حاجه هتقل في المسابقات، فانا ارجو انكم بس تنجحوها شويه وتزيد شويه، ومنها فلوس هتيجي لمين؟ لكم والله، ترجع لكم انتم. لان انا وعدتكم قبل كده وانا هشتري منكم عملات، وبعت ناس اشترت من ناس عملات وهبين لكم دلوقتي، والتحويلات اللي انا حولتها لهم. وفي ناس قالت ما تعرضش اسامي وما تعرضش تليفونات لعدم الاحراج، وانتم طبعا عارفين الكلام ده. فطبعا ما اقدرش ان انا برضو ايه اجي على يعني على حد على اساس ما اجرحوش، تمام. فالقناه ديت يا ريت انتم يعني تبذلوا جهد شويه فيها، بحيث ان هي ايه يعني توصل لاكبر عدد من مشاهدات، لايكات، اشتراكات، بحيث ان هي تجيب فلوس حلوه شويه. والله 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 هيقعد عليكم كلكم مع الايام مع الايام. مش واحد يقول لي انت بتشتريش مني وبتشتريش مني. يا جماعه كله عايز يبيع، كله عايز ياخد فلوس، كله عايز. انا قلت من البدايه للناس اللي هي يا جماعه عذار جامده، واحد بيغسل كلى، واحد مش عارف محتاج ايه، عنده يتامى، واحد بيجهز مش عارف لبنته يتيمه، يعني يا جماعه مش قادر او مش قادره، ماشي الكلام ده كله، ما بصرف كتير وبصرف كتير على القناه، ايه المشكله؟ ربنا بيزود والله بيزود، صح. وادي الجماعه اللي فازوا، هم الثلاث اشخاص فازوا، الثاني والثالث جاي دلوقتي، والتحويلات هبينها لكم دلوقتي ان انا حولت لهم فعلا، دول فازوا، الف مبروك. عسى وعلى تفوز، ما فزتش هديك بتساعد اخوك او اختك، مش مشكله يعني، يا ريت كلنا نساعد بعض، يا ريت كلنا نساعد بعض. ده رساله ليكم. ادي التحويل ب 150 جنيه اهو، مش هجيب طبعا كل التحويلات، والرقم طبعا داريته على اساس برضو ما يبقاش في احراج، تمام، ولا جرحش حد. فده وهنشوف الوقت السؤال اللي جاي معانا بتاع الحلقه ديت على اساس اللي يفوز برضه ب$10. وادي ال 1000 جنيه اللي كنا اشترينا من اخت العمله بتاعتها اتحولت لها ايه ال 1000 جنيه، الراجل حوله لها يشكر. وواحد تاني اشترى من اخ ب 500 جنيه، والله العملات دي لا كانت تسوى 200 جنيه ولا العملات ام 1000 كانت تسوى حتى 400 جنيه، بس احنا قلنا اهو عشان ما يتجرحش، يعني ما يجرحش الشخص ده بياخد منه عملته وخلاص، لو حتى هو يصرف نفسه بقى فيه، تمام. نشوف السؤال مع بعض بيقول ايه بتاع الحلقه دي، ارجو الاجابه صحيحه وتوصيل الفيديو لاكبر عدد لاستفاده الناس. واديك بتتثقف وبتدور على النت وبتشوف معلومه جديده. من اول من صقع العمله المعدنيه؟ العمله المعدنيه يا جماعه، وفي اي بلد، في اي بلد اتصقع، وتاريخ الصق، ونوعها من اي ماده؟ كانت مصنوعه من مادتين، سهله اهي. شوف بقى الإجابة الصحيحة وقولها لي وعلق لي بها، وعسى إنها تكون فزت. ما فزتش النوادي مش مشكلة يا سيدي، قلنا إحنا بنساعد بعض، يا ريت الكل يفهم الحتة دي.
والله لا ابغي شيء خالص، مش عايز اي شيء من القناه. قناه ايه يا جماعه؟ يعني الحمد لله، الحمد لله مستور تمام. ونشوف الفيديو وتابعوا الفيديو للنهايه، شوف الفيديو بنقول ايه. طبعا الاغلبيه معاها الربع جنيه ده كتير جدا، بس يعني لو متهالك او مقطوع او مكتوب عليه بلاش اصلا، خلي احتفظ بيه احسن افضل، لان هو اصلا طبيعي يعني ما بيسواش كتير. هو حوالي 3 اصدارات، السادس والسابع والثامن كان من طبعا من ايام الرئيس محمد انور السادات لحد الرئيس حسني مبارك. طبعا مش هنخوض بقى فيهم، هو اشكاله مختلفت شويه بس، ومن الظهر ومن الوش الوان يعني فقط لا غير، الازرق واللي هو اللي مايل لبني، ومن الظهر بتاعه اللي هو الكوز الذره والكلام ده، واختلف الالوان بس اختلفت يعني. وعلامه مائيه وقناع التوت عنخ امون، والعلامه المائيه بتظهر في الورقه في الضوء غالبا ما تكون على اليسار. تصميم الواجهة عبارة عن جامع السيدة عائشة، واللون السائد هو اللون الرصاصي. فيعني هذا العملة ديت أولا عشان تعرف العملة دي أتصدر منها كتير، ملايين 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 يعني. هنقول بقى كل، مش مستاهل إن أنا أعمل فيديوهات كتير ليه يعني. وربع جنيه إصداراته كتير، وتصدر منه في إصدار 125 مليون، وفي إصدار تاني 325 مليون، وفي إصدار حوالي من كل إصدار حوالي 26 ولا 28، كل إصدار كل رقم بمليون ورق. فحتى الرقم بتاعه ده أول تشفير للتاريخ، الأول والآخر السنة، التاني والتالت الشهر، واليوم اللي هو التالت، هتلاقيه يعني واضحة قدامك في الربع جنيه تمام. فهو الربع جنيه ده طبعا توقيع محمد شلبي وعلي نجم ومحمود صلاح حامد وإسماعيل حسن محمود أبو العيون وفاروق العود، دول يعني أغلبية اللي هم مضوا على كل الإصدارات من أيام الراحل أنور السادات والراحل أيضا محمد حسني مبارك. دول الإصدارات اللي تمت بألوانهم بقى المختلفة، اللي انت طبعا هتلاقي معاك اللون ده بيعمل سعر وده بيعمل سعر. ربع جنيه ده يا جماعة ممكن يعني الأغلبية في مصر ممكن يعمل، هنقول ايه يعني 5 جنيه. انما الأرقام المميزة طبعا دي لها سعرها، دي في أي عملة أصلا طبيعي، في أي عملة الرقم المميز لما يكون صفار يكون وحايد كده يعني، فبيعمل سعر كويس جدا. بتلاقيه يعني يعمل سعر ممكن يوصل 100 جنيه 200 جنيه يعني، بتلاقي زيرو من زيرو مثلا 1 لحد 10 بيساوي مثلا 150 جنيه 200 جنيه 250 جنيه بالكتير يعني. انما لو ما فيش عيوب شيء بيساوي 400 جنيه 500 جنيه لو ما فيش بكسرات. برقم بقى الوحايد مثلا اتنينات تسعات ممكن يعمل من 300 جنيه مثلا، وممكن يعمل 800 جنيه لو ما بيش بيع يوب خالص، ممكن يوصل ل 1000 جنيه او 1200 جنيه كمان. وهنشوف دلوقتي طبعا الاسعار بتاعت الربع جنيه ده بنعرضه على الموقع بكام وبتباع، وعادي يعني احسن انت ما تكون معاك مثلا 10 وبتعرضهم تشحنه مره واحده وتبيعهم. ارسلوا له برضه الربع جنيه ده بس لو متهالك او مكتوب او متني بلاش منه خالص افضل يعني. فهو بيعمل سعر كويس لما يكون ارقام مميزه زي ما انا ذكرت، اللي هي الاصفار لحد 10 والوحايد لحد 9 تمام. دول ممكن يوصل يعني السعر ممكن يوصل ل 1200 جنيه، وهنشوف دلوقتي فعلا السعر بيوصل للحدود دي. فنتابع مع بعض الفيديو وابعتوا لي برضه على الواتس وباذن الله خير يعني، والكل يسجل برضه ويتأملوا خير بإذن الله. نشوف بقى أسعار الربع جنيه دي عاملة إيه. ده ربع جنيه أهو 1980 طبعا ب 125 دولار. ليه؟ أول إصدار يعني إحنا بنعرضه على الموقع وفي تفاوض يعني، ممكن يوصل ممكن يعمل مثلا 100 دولار وبتحوش الكلام من الشحن وبتحوش كل يعني اللي انت بتخصمه وبتاع، ممكن يصفى على زي ما بنقول على 700 جنيه
600 جنيه كده يعني، ممكن يوصل 500 جنيه انت هتشوف دلوقتي برضه اهو 125 هو معروض كده وبتباع بكده، بس اوقات بيقل يعني ممكن يعمل 100 دولار مثلا، ده ب 185 دولار اهو 1980 محمد عبد الفتاح تبالك بيعمل برضه مبالغ يعني، ده عامل 185 دولار هتشوف دلوقتي برضه اسعارهم في بقى منهم مش هيعمل 2 دولار 1980 اهو 145 دولار اسماعيل حامد 1990 145 اهو 5 دولار بدأنا اهو بقى 5 دولار اهو محمد عبد الفتاح يعني بيبقى ما ده اتعمل منه حوالي 325 مليون ورقة فمش هيعمل فلوس يعني، ده عامل 5 دولار اهي نفس الشيء ده عامل 123 123 عامل 24 دولار 25 دولار بنقل اهو بقى بتيجي عامل 6 دولار ونص مفيش بقى اهو 6 دولار ونص اهو مجدي شلبي 6 دولار ونص مجدي شلبي 15 دولار نفس الشيء محمد عبد الفتاح هنقل دلوقتي برضو يعني هنقل جامد يعني 9 دولار 10 دولار يعني الورقة ديت اهي دي مميزة شوية 2008 8 ونص دولار محمد عبد الفتاح 7 ونص دولار محمد عبد الفتاح 2 دولار ونص وبدأنا هو بقى يعني بتاع 30 جنيه 40 جنيه يعني ممكن تعمل 50 جنيه 2 دولار و 3 دولار يعملوا ايه يعني 50 جنيه يعني اهي فالاسعار برضو يعني ربع جنيه قليل 2 دولار ونص نفس الشيء 10 دولار 2001 فالربع جنيه يعني ممكن نعرضه على الموقع هيعمل سعر يعني برضو مش هيعمل يعني انت لو خدت منه لو هنقول 400 جنيه صافي ليك حلوين احسن من هنا ما انت هتروح هنا ما يقول لك 5 جنيه 10 جنيه قلنا الارقام المميزه يعني الرقم ده عنقودي بيعمل مثلا 10 دولار حلو 150 جنيه مش مشكلة يعني ما هو الشحن بيبقى مجاني ياخد منه ايه يعني هياخد النص ده معروف انها تصفى النص بياخد 5 دولار هي الشحن انما لما يكون عامل مثلا 50 دولار 60 دولار بس يكون مميز ارقام مميزة كده تجيب سعر هنعمل فيديو تاني طبعا للربع جنيه التاني بإذن الله ابعتولي على الواتس وبإذن الله خير اتمنى تكون يا رب واسيبكم كده على خير والرزق يملأ بيوتكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.